اهلا بيكو. الدرس بتاع النهارده هيبقى تمارين الايد الشمال. يا ريت تكونوا اتفرجتوا على الدروس اللي قبل كده عشان تعرفوا تتابعوها. التمارين زي ما اتفقنا قبل كده هنعملها بكادو، يعني هنستخدم ايدينا اليمين، هنستخدم الصوابع الاي والام على حسب الوتر اللي احنا بنلعب عليه، ودايما هنبدل ما بينهم، وهنستخدم الريست ستروك. لو احتاجنا نغير الوتر نفتكر ان احنا بنرفع ايدينا كلها لفوق علشان نغير الوتر، بنرفعها على قد بس المسافة ما بين الوترين، بس ايدينا بتطلع كلها، الدراع كله بيطلع لفوق وبينزل لتحت علشان ما لما اطلع فوق ما الاقيش ايدي بتاخد وضع متعب عليا، ما بقاش ايدي متنية زيادة عن اللزوم، احافظ على وضعي ريستي المفروض. التمرين هنبص على ايدينا الشمال. ايدينا الشمال هتلعب اول حاجة، هنلعب على الوتر اوبن مفتوح اي والام برضو، وبعد كده هنضغط على الفريت الاول بالصباع الاول زي ما اتفقنا، هنعمل اي ام اربع مرات، وبعدين هنضغط بالصباع التاني على الفريت التاني اربع مرات، بعدين على التالت، وبعدين على الرابع، بعدين ما نخلص هنرجع زيرو تاني اوبن. زيرو او اوبن او الوتر مفتوح او الوتر مطلق كلها نفس المسميات لنفس الحاجة، اللي هو ان انا العب على الوتر من غير ما اضغط على فريتس بايدي الشمال. طيب افتكر كذا ملاحظة اخد بالي منها وانا بعمل التمرين. اول حاجة ان انا صوابعي هي اللي بتتحرك وبتروح للفريتس، مش ايدي هي اللي بتتحرك، يعني انا مش عايز ابقى كده وبعدين انقل ايدي وبعدين انقل ايدي، عمال انقل ايدي رايح جاي على بال عشان العب على الفريتس، لا انا ايدي ثابته وصوابعي هي اللي بتعمل ستريتش، هي اللي بتعمل استطاله وتوصل للفريتس بعد. طيب هنبدا التمرين على الوتر الاول مع المترونوم هنعمله، وبعدين هنعمله تاني على الوتر التاني، وانت عليك ان انت تكمل مع الوتر الثالث والرابع والخامس والسادس، وتعدهم اكتر من مرة وتسرع المترونوم على السرعة اللي انت تقدر تلعب بيها، وبعدين تزود الموضوع ده بالتدريج واحدة واحدة. احنا دلوقتي هنبدأ على سرعة 80. 1 2 ready go. فرت الاول، فرت الثاني، ثالث، الرابع، هنطلع الوتر التاني، فرت التاني، تالت، الرابع، وهكذا أبدأ أكمل على الوتر التالت والرابع كله بالآي والإم، حتى على الأوتار اللي فوق هعملها كلها بالآي والإم. ده كان أول تمرين هنعمله كتير، هنكرره لحد ما نوصل فيه لمرحلة كويسة.